أفرزت أكبر عملية انتخابية في العالم نتيجة مطابقة لما كان قبلها، فالرئيس باراك أوباما عاد بولاية ثانية متسلحا بأكثر من 300 ناخب كبير. مجلس النواب أبقى على أكثريته الجمهورية، ومجلس الشيوخ احتفظ بغالبيته الديمقراطية. الرئيس الأمريكي وفي أول إطلالة له على الجمهور لإلقاء كلمة النصر بدا مرتاحا وفرحا إلى جانب زوجته وابنتيه اللواتي خصص لهن جزءا من كلمته قبل أن يهنئ رومني على الحملة التي قادها، ويتعهد العمل لكي تكون الخريطة الأمريكية أكثر من ولايات زرقاء أو حمراء وتجسد طموحات جميع الأمريكيين. كافحنا بقوة ليس لأننا نحب هذا البلد بعمق فحسب، بل لأننا مهتمون جدا بمستقبله. نعلم في أعماق قلوبنا أن الأفضل للولايات المتحدة الأمريكية مقبل. الجمهور الفرح في القاعة الديمقراطية تناسى تعب النهار الانتخابي الطويل، واحتفل إلى جانب الرئيس ونائبه بعودته إلى مكتبه البيضاوي، واستمر الفرح الديمقراطي حتى ساعات الصباح في الشوارع والساحات وأمام البيت الأبيض. آلاف الأشخاص تجمعوا في ساحة تايم سكوير ورفعوا الأعلام ورددوا هتافات أربع سنوات جديدة. هذا الشعار كان تغريدة أعلن فيها الرئيس الأمريكي فوزه في الانتخابات عبر تويتر، وأرفقها بصورة مع زوجته، فتحولت هذه التغريدة إلى أكثر موضوع تمت مشاركته في تاريخ موقع تويتر بأكثر من نصف مليون عملية إعادة نشر. في المقابل كانت أجواء الحزن والصدمة تسيطر على جمهور رومني الذي أقر بخسارته واتصل بأوباما لتهنئته وليتمنى له التوفيق في مهمته. أوباما ومؤيدوه وفريق حملته يستحقون التهنئة. أوجه أطيب تمنياتي إليهم جميعا، لكن خصوصا الرئيس والسيدة الأولى وابنتيهما. وتوجه المرشح الخاسر إلى نائبه بول رايان بالشكر، معتبرا أن وجوده في الحملة كان أفضل خيار قام به بعد المجهود الكبير الذي بذله في الحملة لتحسين صورة رومني وطمأنة المحافظين.